والشرك الأكبر يختلف عن الشرك الأصغر من حيث ضابطه ومن حيث الافتراق بينهما. فأما ضابط الشرك الأكبر هو أن يجعل مع الله ندا في عبوديته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، كمن يخاف غير الله أو يرجو غير الله أو نحو ذلك. وأما الشرك الأصغر فضابطه كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، وجاءت تسميته في النصوص شركا، وذلك كالحلف بغير الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد الشرك الأصغر. لما؟ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وأما إذا سمي في النصوص شركا وليس وسيلة فهو الشرك الأكبر. وأما الافتراق بينهما فمن عدة أوجه. الوجه الأول أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، أما الشرك الأصغر فهو عند جماهير الأمة تحت المشيئة، شأنه كشأن الكبائر، إن شاء الله عز وجل عذب صاحبه وإن شاء برحمته عفى عنه. ولشيخ الإسلام رحمه الله تردد، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم أنه لا يدخل؟ الوجه الثاني من الافتراق أن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في نار جهنم، وأما صاحب الشرك الأصغر حتى على رأي شيخ الإسلام الذي تردد فيه فخالف الجماهير فإنه لا يخلد في نار جهنم بل إن مصيره إلى الجنة. الوجه الثالث أن الشرك الأكبر يخرج العبد من الملة، أما الشرك الأصغر فلا يخرجه من الملة. الوجه الرابع أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، كما قال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، لكن لتعلم أن حبوط جميع العمل إذا مات عليه، أما إذا عاد إلى الإسلام فإن أعماله باقية على القول المرجح لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فقيد قال: فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي أشرك فيه ولا يسري على بقية الأعمال. الوجه الخامس أن الشرك الأكبر لا يدخل تحت الموازنة، فإن صاحبه يسحب إلى النار سحبا فلا توزن له أعمال، كما قال عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما الشرك الأصغر فإنه يدخل تحت الموازنة.